فلاش كونسو بمساهمة المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. مرحبا بكم، ان شاء الله تعديتوا النهار الاولاني نتاع رمضان لاباس، وبدا التونسي يتكيف مع الوضع وبدا بدنو يستانس بالصيام وبدا يعرف شنية الريتم نتاعو. باش نحكيو اليوم على استرسال تراسابيليتي اللي هي تلقاها في الكود بار اللي موجوده في كل منتوج. تلقى ثلاث انواع من الاولانيين اللي هما البلاد تونس، الكود بار نتاعها 619. بعد تلقى الخمس انواع من اللي بعدهم اللي هما ليدونتيفيون دو بريز، المعرف نتاع الشركة، وبعد تلقى أربعة أرقام أخرين اللي هو المعرف نتاع المنتوج، والرقم الأخراني هو المعرف نتاع الكنترول نتاع المنتوج هذاك. الكود بار هو الرمز الشريطي وإلا الكيور كود اللي هي الشفرة الخيطية اللي نلقاهم ساعات زيدة فيها المعلومات الكل. هذه هي مهمة جدا، خاطر إذا تعرف المنتوج بلادك قداش، ونعاود نأكدوا لي تونس 619 ساهل حفظاني، تاخذ منتوج تلقى لي 619 تاخذه ديريكت، راهو منتوج تونسي. وهنا تشجيعا اللي كانك تونسي، نحن الحمل الوطني اللي عاملينها كانك تونسي شري تونسي، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ديما تأكد على الجانب هذا. في كل منتوج خاصة في المواد الغذائية نلقاو عادة ثلاثة مكونات اللي يكونوا ليزاديتيف اليمونتير، إضافات الغذائية اللي هي الملونات الكولوران، والحافظات اللي هم الكونسرفاتور، والمضادات الأكسدة اللي هما اللي أنتي أوكسيدان. هنا باش نفرقوا ما بيناتهم، تلقى المنتوج متركب من 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 ماء وسكر وكذا، وتلقى الأو وبعدها تلقى رقم واحد هذيك ملونات، والأو تلقى بعدها رقم اثنين هي الحافظات، والأو تلقى بعدها رقم ثلاثة اللي هي المضادات الأكسدة. هنا يزم ثبتوا في الأرقام هذه على خاطر ثم العديد من الملونات والحافظات والمضادات الأكسدة، خاصة في الملونات اللي هما مضرين بالصحة واللي هما يمثلوا خطر على المستهلك. الملونات نعطيك سبيل المثال، الملون الأصفر أو 110، الملون الأحمر أو 127، والأزرق أو 132، الأبيض أو 171، والأخضر يبدأ بالأو 133. الإشكال وين في الألوان والواحد؟ الإشكال في التراكمات اللي ناخذوهم، معناتها خذيت شوية جازوز، خذيت شوية شوكولاتة، خذيت شوية، تجمع العديد من الملونات وهنا التراكمات نتاعهم اللي هو يقلق برشا البدن ويكون مضر. ردوا بالنا خاصة اللي الملونات والحافظات ومضادات الأكسدة هذم، ردوا بالنا منهم برشا. كل منتوج ناخذوه فهمتني يلزمنا نعرفوه شنو المكونات نتاعو باش نجمو نحافظو، وديما كي ناخذو حاجه نمشيو للانترنت ونشوفوها كيف نثقفوا رواحنا ونعرفوا شنو مدى الضرر نتاعها. هذه بسطه صغيره على الاسترسال، وان شاء الله في الحلقه الجايه نزيد نتعمقوا اكثر في مواضيع اخرى. شاي طيبه، وان شاء الله يومكم سعيد، وتحياتي لطف الريحي. كنت تسمع في فلاش كونسو بمساهمه المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك.